تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وإلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسية في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعي المصري وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعية وذلك بشركة سيدي كريل للبتروكيماويات بالأسكندرية. وتأتي هذه الزيارة استكمالا للفعاليات التي يتم تنظيمها ضمن أسبوع الشراكة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة في مصر. جاهزة؟ يلا جاهزة يا سيادة الوزيرة. أنا مش عايزة. اشمعنى؟ بلاش ألواح، أنا سخنة جاهزة. عملت له تدريبات بكل جراءة. اشمعنى؟ كنت عايزة يا أختي أرفع الكفاءة. يا بتوع الطاقة أنا فرخة اللي هي. اشمعنى؟ تعالوا شوفوني محركاتي صناعية. ديكي مش رومانسي حبتين. اشمعنى؟ ملوش يا أختي في عمليات التسخين.